حسن طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم. سيد طارق، مجلس الأمن يبدو أنه عازم على الحسم هذه المرة وإصدار مشروع أو إصدار قرار، مشروعه الآن متداول في أروقته، وربما يتضمن هذا القرار الدعوة الصريحة لصالح بالتنحي. عندها كيف سيتعاطى النظام مع هذه الخطوة؟ أولا، من حيث المبدأ، الحل في اليمن يجب أن يكون يمنيا وفي إطار الحوار. أما الحديث عن التنحي والرحيل، ليس من حق أحد أن يطالب رئيس منتخب بالتنحي والرحيل على السلطة إلا من خلال النهج الديمقراطي والانتخابات، وهذا أمر الرئيس يدعو إليه وليست لدينا أي إشكالية. مجلس الأمن هو يدرك بأن أي مواقف أو تصريحات يجب أن تكون مدروسة ومبنية على قراءة حقيقية للواقع. يجب أن لا تعمل على تشجيع العناصر المتطرفة والانقلابية في ممارسة المزيد من الأعمال الخارجة عن القانون. يجب أن يحرص على الأمن والاستقرار وأن يحرص على السلام في اليمن. بالتالي لا يوجد أي مدخل من ذلك إلا ولكن الرئيس علي عبد الله صالح منذ أيام يعني قالها صراحة بعظمة لسانه أنه سائم الحكم أو سائم هذا المنصب وسيتنحى في الأيام القادمة. هل اتضح بالنهاية أنها مناورة؟ لا توجد أي مناورة. الرئيس علي عبد الله صالح غير متشدد في الحكم. الرئيس علي عبد الله صالح منذ وقت مبكر دعا إلى انتخابات. الرئيس علي عبد الله صالح أعلن بأنه لن يترشح في هذه الانتخابات المبكرة. الرئيس علي عبد الله صالح أعلن بأن الشعب هو مصدر السلطة وبأننا يجب أن نذهب إلى الشعب والشعب هو من ينتخب. بالتالي نحن نقول الآن هناك توافق دولي، يجب أن يكون هناك توافق محلي، يجب أن يكون هناك حوار محلي، أن تلتئم كافة الأطراف وتناقش كل ما فيه مصلحة البلد وتعمل على إنهاء هذه الأزمة. الشعب اليمني عانى كثيرا. أما ما طرحه الأخ وليد العماري، أنا أريد أن أطمئنه وأقول له بأن من سيحاكم ومن سينال عقابه ومن يفترض أن يوجه خطابه لهم هم أولئك الميليشيات التي تقوم الآن بالقنص، التي تقوم بالإرهاب، التي تقوم باختطاف الناس من الشوارع، اختطاف أعضاء مجلس النواب. سيد طارق، يعني سيد طارق، أنت أشرت إلى أن النقطة الوحيدة تقريبا في خريطة الطريق السياسية بالنسبة للرئيس اليمني هي انتخابات مبكرة. هل معنى هذا أن موضوع المبادرة الخليجية وما سواها قد وقع غض الطرف عنه وسقطت سقوطا نهائيا؟ على الإطلاق، المبادرة الخليجية جوهر المبادرة والآلية التي نتمنى أن يكون هناك خلاف ما بين النظام المشترك والشباب المستقل، حتى خلاف في أوصاف الشباب المستقل فيما بينهم البين، وأيضا خلافات مع ما يسمى بالحراك الجنوبي، وأيضا خلافات ما بين المشترك وما يسمى بالحوثيين. بالتالي القضية ليست بهذه السهولة. تم تجاوز عقبات كثيرة، لكن يجب أن يكون هناك وقفة جادة من قبل الجميع. يجب أن ننسأل جميعا على طاولة الحوار. يجب أن يكون هناك حوار مباشر بين كافة الأطراف. من المعيب أن يكون هناك حوار عبر وسطاء. نحن أبناء بلد واحد، وهذا شعبنا وهذا وطننا. يجب أن نقف جميعا ونتجرد عن النزعات الذاتية والأنانية والحزبية الضيقة ونصبر بأفق أوسع. شكرا جزيلا لك سيد طارق الشامي رئيس الدائرة الإعلامية في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم من صنعاء.